الساعة نقضيها مع الطبيب الفيلسوف مصطفى محمود وحديث الدفاع. أقدم حاجة أفتكرها يمكن ده كان سنة 6 سنين 5 سنين. أبو مصطفى محمود لم يكن أبا عابرا، كان يأتي بالكتب ويتركها أمامه. بدأ يتمرد على كل ما يعتبر طفولة، كان ملفتا للانتباه. حينما سأل عن الله وعن ذات الله ضربه المدرس. كان يشعر أنه يريد أن يعبر عن نفسه. كانت تستهوي جدا مسألة الروح. كان نشر سلسلة مقالات بعنوان الله والإنسان. جوهر كتاب الله والإنسان هو اللا إيمان. قوبل الكتاب بعاصفة. هو مش بيقول إن مفيش ربنا، يبحث عن الطريق إلى الله، فاتهموه بالكفر، اعتبروه كافر. في مرحلة الله والإنسان كان ملحدا. أعتقد أن هذا الرجل لم يكن ملحدا في يوم من الأيام، والتصقت به صفة الإلحاد، مصطفى محمود الملحد. اقتضت الحرية التي منحت لنا أن نكون أحرارا في أن نخطئ ونصيب، وبالتالي ترتب على الخطأ الشر، فأصبح دي الشر هنا ثمن الحرية. الخير في الدنيا هو القاعدة والشر هو الاستثناء. بمعنى لو شفت كم يوم من حياتك كنت صحيح وكم يوم رقدت مريض، هتلاقي يعني المرض كان هو الاستثناء، بينما الصحة كانت القاعدة. كل خير وكل شر وجه نقيض، بمعنى ان كل شر له فايدة، له وجه خير. الإلحاد دين بحد ذاته، لأنه لابد للإنسان أن ينتهي إلى عقيدة، إلى فكر، إلى رأي، وإلا هيظل معذب بالشك حتى يموت. تسيب نفسك للفطرة من غير تعقيد ومن غير فلسفة كده، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفرض وجوده عليك. أستاذنا الفاضل كامل الشناوي لما لقى المشايخ بتكتب عن مصطفى محمود وأنه كافر وأنه ينكر الله وأنه كذا، فقال مصطفى محمود كافر فوق سجادة الصلاة. يعني هذا تعبير أدبي، يعني إنما الإنسان على سجادة الصلاة يؤمن وليس يلحد. هي فيها بارادوكس، يعني فيها المفارقة، إنه يعني في الآخر مصطفى محمود أيضا ابن أمته، ابن ثقافته، ربما صلى لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون أن يصلي، ليس للحياة معنى بدون صلاة، وربما وهو يصلي أيضا إيمانه غير واضح، إيمانه غير حاسم، لم يشرق نور الإيمان في قلبه إشراقا كاملا بعد. علماؤنا وكثير من فلاسفة الإسلام طرحوا سؤال، ما هو أول واجب على الإنسان؟ بعضهم قال أول واجب هو النظر، ينظر يتدبر في هذا الكون ليدرك أن هناك صانع لهذا الكون، لأنه إحنا بالضبط زي ما الناس بتقول في العامية ربنا عرفوه بالعقل، هو ده جوهر الفلسفة الإسلامية. إحنا لا نعرف وجود الله سبحانه وتعالى وصفات الله
عن طريق القرآن ولا عن طريق النبوة، لأنه لا بد قبل القرآن وقبل النبوة ندرك أن هناك إله. كيف ندرك هذا قبل النبوة وقبل القرآن؟ بالعقل. مصطفى محمود كان في رحلته الطويلة من الشك إلى الإيمان كان يخوض حالات عالية من عميقة من التأمل، التأمل في الوجود، التأمل في الذات الإنسانية، التأمل في الفعل البشري والسياسي إلى غير ذلك من حالات التأمل العميقة. كيف تنتهي إلى أن هناك يقينا دون أن تبدأ بالشك؟ كونه يشك ده من حقه، احنا كلنا لازم نشك في حياتنا وفي اصلنا وفصلنا ورايحين فين وجايين منين. ده الانسان الطبيعي العاقل اللي لازم يفهم الدنيا على حقيقتها. لكن هنا ملمح في الفكر الاسلامي ان الشك نوعين، في شك عبثي، واحد يشك لانه يريد ان يشك ويظل يشك، وهناك شك ليطلب اليقين. الشك ده طريقنا كلنا، يعني كل اللي دارس فلسفة بيبدأ بالشك، والشك ده مش معناه الإلحاد أو الكفر، لا، ده سكة إن الإنسان يتفتق ذهنه ويتفتح على أساس بين، يعني ما تاخدش الحقائق كما هي، لا، نحفر ونبحث وراءها ونصل إلى اليقين. الشك هنا عبارة عن زي العالم عندما يدخل المعمل بيطرح فروض، علامات استفهام، ثم يبحث ليجد إجابات لعلامات الاستفهام. الإنسان حر فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم، لأن كل ما ازداد علمك ازدادت حريتك. يبتدي تسييرك منين؟ من جهلك. هو باحثا عن الله، والبحث عن الله هو بداية الإيمان الحقيقي. انتهى الفساد إن أنا أدور لربنا سبحانه وتعالى على برهان. برهان إيه؟ ده ربنا نفسه هو البرهان. رحلة مصطفى محمود من الشك إلى اليقين استمرت ما يقرب من 30 عاما. قد بدأت المرحلة الإيمانية في حياة الدكتور مصطفى محمود بتأليف كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان. بحثه عن إيمان غير أعمى، ليس إيمان العوام لكن إيمان العلماء المبصرين المتبصرين، هو الذي جعله يمر بتجربة كتاب رحلتي من الشك إلى اليقين. البحث عن الحقيقة فطرة، من أعمق الفطر ومن أقوى الفطر. البحث عن اليقين، البحث عن شيء نؤمن به ونصدقه. تقريبا عام 1970 فاجئني بأني قال لي يا لويس فوت عليا النهاردة وأعمل حسابك أنك هتقعد فترة طويلة. فلما رحت الحقيقة لقيته مديني كراستين كبار، كشكولين كبار، مكتوب فيهم تفسير عصري للقرآن الكريم بقلم مصطفى محمود. بدأ يقول تفسير عصري، المسلم المعاصر، مش المسلم اللي بينظر إلى الوراء 500 سنة أو بيرى الحقائق بعيون ميتة، لا، المسلم اللي بيفكر ومعايش العصر. فكان ضروري يكون فيه تفسير عصري، فنحو تفسير عصري كان مجرد تأملات من شخص مثقف مطلع على الفلسفة، مطلع على الآداب، لكنه لم يكن مؤهلا أكاديميا لكي يتعامل مع الوحي الكريم وفقا لمعايير أكاديمية صحيحة استقرت منذ مئات السنين. وبالتالي هو كان تفسير صحفي أكثر منه تفسير للقرآن بالمعنى الأصولي. يبدو أن الدكتور مصطفى محمود ما كانش يعبأ كثيرا قبل أن يقول بفكرته بالاطلاع على هذه التقاليد الراسخة ومحاولة يعني التكيف معها أو عدم الاصطدام بها، لأنه ليس شيخا يروق له أن يستخدم أسلوب الشيوخ، فإنه تكلم عنه بطريقة علمية. كان مثلا هو يفسر موضوع يعني النعيم والجنة في الآخرة وكذلك العذاب والعقاب في جهنم
تفسيرا يعني معنويا رمزيا، يعني كان يعتبر أن كل تلك الأوصاف الصريحة التي جاء بها القرآن الكريم للثواب أو للعقاب أنها يعني هي تؤخذ على محمل المجاز. أنا فوجئت بأن كل أعضاء مجلس التحرير وهم كلهم مسلمين قالوا لا ما يتنشرش، ولكني قلت سأنشر هذه المقالات على مسؤوليتي الشخصية، ولأول مرة يحدث إعلان في الشوارع عن مقالات تنشر في مجلة صباح الخير. تفسير عصر القرآن الكريم بقلم مصطفى محمود، صباح كل خميس مجلة صباح الخير، احجز نسختك من الآن. تعرض لحملة شديدة قادتها الدكتورة بنت الشاطئ، قالت له انت ما انتش اخصائي، مش خصوصيتك الدين، وما فيش حد يكتب في الدين الا اذا كان متخصص في الدين، انت راجل طبيب مالك ومال الكلام ده. وقلست عليه طبعا وعلقت على جمل كتير قالها. كيف يجرؤ كاتب بتاع قصص وروايات وأفلام سينمائية ويجرؤ ويكتب عن القرآن الكريم؟ إذا كان قد نطق بما لا توافقون عليه ردوا عليه. مصطفى محمود واجه الزوبعة بهدوء شديد، خد الأزمة دي برضو، بس هو من النوع اللي عنده روح المحارب والتحدي، يعني ما يتراجعش. لم يكن مكابرا ولا معاندا إذا تم معه حوار موضوعي، لكن إذا هوجم يمكن أن يكون عنيدا. كنا عايزين نعرف ليه حضرتك لما عرضنا عليك من أين نبدأ طلبت أن نبدأ بكتاب حوار مع صديقي الملحد؟ هو لأنه حوار الحقيقة صار أكبر قدر من الجدل، وبالذات ما زال لغاية دلوقتي يتصدر كل الكتب من ناحية الوصول إلى القارئ يعني، ومن ناحية إثارة القارئ، ومن ناحية إن هم يكلموني ويجوا يكلموني لغاية دلوقتي يدوروا عليه، تقدر تقول إنه علامة عصر. الكتاب طبعا نال يعني شهرة وانتشارا واسعا، وأنا كنت أحد الذين يعني قرأوا الكتاب واستفدت منه. البعض قال أن صديق الملحد يقصد حوار مع ذاته، لكن هو حتى لم يألف كلمة أن يقول حوار مع ذات الملحدة أو حينما كنت ملحدا أو حوار مع نفس ملحدة، لم يقل هذا، كانت الكلمة ثقيلة على لساني وعلى قلمي. ما لا يعرفه كثير من الناس أن صديقه الملحد الذي حاوره في الكتاب لم يكن ملحدا هو كان في الحقيقة الأستاذ خالد محي الدين، الزعيم يعني المصري الوطني المعروف وأحد أعضاء مجلس قيادة الثورة والرئيس المؤسس لحزب التجمع وأحد الشخصيات التقدمية الاشتراكية ربما ماركسية أيضا. الفكرة أن خالد محي الدين كان ملحدا ومصطفى محمود يحاوره، أعتقد أنا أستبعد ذلك وأميل إلى أن مصطفى محمود كان يحاور ذاته في هذا الكتاب دون أن يمتلك القدرة على الإفصاح على أن الملحد هنا هو، لأن الرجل كان يستهجن هذه الفكرة. صديقي الملحد هل هو حقيقي أم مجرد تخيل؟ لا، هو فعلا هو خلاصة من المئات من اللي عرفهم من أصدقاء ومعارف وشباب في مرحلة شديدة الغليان، مرحلة الخمسينات والستينات دي. هل كان الدكتور يقصد بصديق الملحد يعني مجموعة من الأفكار ترمز إلى شخص غير بيولوجي، شخص غير حقيقي،
هذا طبعا معقول جدا، ربما هذا رأيه فيما بعد يعني. ما يعني هناك آراء بعدية تطلق على أحوال قبلية. الكون يشي بالمدبر، يعني يعني هو المسألة شديدة الظهور لدرجة أنها مش عاوزة برهان، لأن ربنا هو البرهان. جاءت النقطة أو جاءت المرحلة في حياتي أدرك فيها أنه ينبغي أن يعطي للمجتمع ما هو أكثر من الأفكار. إذا كان التدين والإيمان لم ينتج عملا صالحا في الأرض ينفع الناس، فهو يعني عليه علامة استفهام. يا أهلا بكم. العلم والإيمان يعتبر أهم برنامج يمكن ظهر خلال 50 سنة اللي فاتوا. برنامج العلم والإيمان حين يذكر يلصق به اسم مصطفى محمود، وإذا ذكر مصطفى محمود فقبل أن يتذكر أي منا كتابا له أو مقالا أو مسرحية أو قصة أو مداخلة يتذكر برنامج العلم والإيمان. برنامج العلم والإيمان كان فعلا علما وإيمانا، يعني من لم يكتسب منه إيمانا فقد اكتسب علما، وفي نفس الوقت أغلب الظن أنه يكتسب العلم والإيمان. مصطفى محمود بوعي كان يطرح ذاته كاملة من خلال هذا البرنامج. العائد إلى الإيمان من رحلة الشك، المتصوف، العابد الزاهد القانت، المفكر الفيلسوف، الطبيب الذي يعرف دقائق الحياة، المغامر في رحلاته، الكاتب، الإعلامي القريب من السلطة، كل هذا استطاع مصطفى محمود أن يصدره من خلال البرنامج. الدكتور مصطفى محمود اختار الموسيقار محمد عبد الوهاب يعمل له لحن، ما عجبوش اللحن، كان راقص شوية، ففكر بعد كده محمود عفت عمل له الناي. عمل ناي رهيب، عمل تيمتين، تيمة في البداية وتيمة في الآخر. أول ما تسمع الناي الجميل والجملة العظيمة والعبقرية اللي بيقدمها عفت انطلق أنت أيضا وتعيش هذا البرنامج. برنامج كانت تجلس الطفل والأب والأم والجد أو الجدة التي لا تعرف القراءة والكتاب، كان الجميع يستمتعون والجميع يستفيدون. لا يا جماعة، ده احنا كلنا كنا بنجري عشان نتفرج على حلقة العلم والإيمان يوم الاثنين الساعة 8. في البداية خالص يعني على أتكت أبيض وأسود، ورغم ذلك أنها شدت الناس يعني. هناك زمان بتعبد، في الديانات القديمة كانوا بيعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار، وبعض الديانات كانت تعبد الماء. في الأول كان الإنتاج المصري كان بيديله 1.5 جنيه في الحلقة، طبعا بعد خصم الضرائب وكده كان بياخدهم 75 قرش. كان في مشاكل بالنسبة للتلفزيون المصري في البداية خالص يعني، ما كانش فيه الإمكانات اللي هي فيها دلوقتي يعني، ولكن في القطاع الخاص ما كانش حد يقدر يتكلم، كل حاجات كلها مجابة يعني. عرضت الموضوع على شركة قطاع خاص يعني، فقال أوكي قوي، فدوله حق الأفلام 20,000 دولار، ودوله في الحلقة 300 جنيه. بدأت الحلقات دكتور مصطفى كل أسبوع من يونيو 1971. أول حلقة عن النحل، ودي عملت ضجة كبيرة يعني. النحل هيخاف يسيبوه يخش، فهيخش زي الصاروخ على طول على الخلايا، هتشوفه بقى يدب خرطومه ويشرب،
أول مرة التلفزيونات العربية تشوف دكتور مصطفى محمود طالع وكده، فباعوا حوالي في وقتها حوالي 3 مليون دولار، خدتها الكويت، خدتها الإمارات، وخدتها كل الدول العربية. مجموعة بتقعد سنتين يدور على الأفلام لمدة سنة، والمنتج 6 أشهر، والحلقات أو كل يوم حلقة، يعني هو تعب جامد، وبيدقق بيجيب مثلا 200 فيلم 300 فيلم عشان يطلع منهم 30 حلقة، يعني ممكن ياخد من فيلم شط واحد عشان يكمل الحلقة. البرنامج بتاع علم والإيمان ده كان ممكن يقرأ 130 و140 كتاب عشان يعمل حلقة ساعة. استطاع بمجهوده أن يقتني الأفلام، وكان يذهب ويسافر إلى إنجلترا وألمانيا وكندا وأمريكا لكي يحضر الأفلام الوثائقية التي يستطيع من خلالها أن يشرح وجهة نظره. جوع، وبعدين شايفين الحبشة والإيه والمجاعات والواد اللي هيموت ده، هو فيش حل، ده الهندسة الوراثية دي هي اللي هتحل لنا المشكلة. فكرة الطبيعية والدهشة اللي عند دكتور مصطفى محمود، يعني هو كان وهو بيعرض الشريط، طبعا بشافه قبل كده، لكن هو بيجي يعرضه مش بيمثل دهشة، هو في حالة دهشة، تفقس ويطلع الغطاء يتفتح كده، شوف بيتفتح بطريقة جميلة قوي، لأول مرة هذه التلقائية نراها في مؤدي على الشاشة، فتلاقي عينه في سكة تانية، لكن هو الحقيقة السرحان بتاعه ده تحس انه سرحان، هو سرحان في اللي هو بيشوفه. احنا كمان كمتلقين كجمهور هذه الأشرطة بالنسبة لنا بنسرح فيها زيه. احنا بقى هنشوف ده قدامنا ونفكر سوا ونحاول نفهم. دهشة مصطفى محمود التلقائية لا يستطيع أحد سوى مصطفى محمود أن يقدمها. حاجة غريبة والله، يعني عالم. كان بيعرف الناس على العلم، طريق الإيمان. مصطفى محمود حين عاد إلى الإيمان من رحلة الشك أصبح مؤمنا بالخيرية وبأن الإنسان عابر ولا بد من أن يترك بصمة، أصبح مؤمنا بضرورة أن يكون قيمة مضافة للناس، وأن هذه القيمة لا تقتصر فقط على الفكر والعلم وعلى ما يجود به العقل ويسطر على الورق، لكن أيضا بعمل خير ملموس يساعد فيه المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف أو الواعظ أو المفسر للقرآن، البشر العاديين. شاف إن لابد من توفير مكان يصلي فيه الإنسان، وإلى جوار هذا المكان مستوصف مستشفى يستطيع أن يرعاه على أن يكون في متناول قدراته المالية. أشهد أن لا إله إلا الله.
إيمان مصطفى محمود قطعا قاده بشكل طبيعي إلى أن يعني يقدم التزاما أخلاقيا مع المجتمع بعد أن قدم أطروحته الفكرية. ما يدفع العالم يعني والمفكر والمثقف الناجح مثل مصطفى محمود رحمة الله عليه إلى أن يبذل يعني ماله وجهده في بناء جمعية خيرية ومسجد وعيادات وقاعات محاضرات وبرامج تدريس ويعني عالم كامل من الخدمة، يعني خدمة الناس في دينهم وفي دنياهم وفي تعليمهم وفي صحتهم، هو شعوره بالالتزام كان فكره المسجد أي مكان ممكن يبقى مسجد، إنما هو ما كانش عايز كده. هو رائد اللي مشي وراه بعد كده ناس كتير في إن يبقى جامع، جامع يعني جامعة، جمعية لخدمة الفقراء وجامع لخدمة المصلين. حينما بدأ هذا المشروع استغرق حياته بالكامل، وبدأ في إنشاء المستوصف. كان عندنا أساتذة من القصر العيني وأساتذة من معهد الكبد وأساتذة من جامعة عين شمس. لما اتجوزنا كان لسه المركز الطبي بينشأ، انتهى إنشاؤه واتفتح سنة 82. وبعد كده راح داخل في حكاية تانية وهو إقامة المستشفى في شارع النيل الأبيض. أنا فاكرة كان الجنيه الكشف وكان هو الدكتور بياخد 25 قرش، ومع ذلك كان بيده. مفيش مليونير بيروح يكشف عنده، البسطاء أبو 3 جنيه وأبو 5 جنيه، فكانت اللي بتخدم عليه الأجهزة اللي بتخدم على المريض أبو 1000 جنيه بيدفعها كشف. فقابلنا دكتور مصطفى في الجامع وجابنا المستشفى، ومن يوميها احنا بدينا نجهز ونوطب المستشفى. ده كانت سنة 89. كان افتتاح المستشفى ما كانش فيها بروباجندا كبيرة ولا تلفزيون ولا إذاعة، لكن احنا كلنا كنا فرحانين. مكتبة فيها كتب عظيمة جدا، وكان المتحف الجيولوجي كان فيه شوية لسه يعني كان بادي، بس في حاجات بسيطة. بدأ نجيب شباب من كلية العلوم، كان ينزل يشوف عايزين ايه، يروح يقول لهم عايزين ايه، صخور، جبنا صخور غريبة جدا. يمكن الأحجار دي من مش عارفين احنا قيمتها، إنما هو قطعا عارف قيمتها. حقيقة لم يبخل في المركز ده. مجموعة الفراشات اللي موجودة عند دكتور مصطفى لا تقدر بمال، لأنه جمعها بعناية بدراسة، مش أي كلام، مش مجموعة ألوان ولا كل فراشة من دول. كان يبص الفراشة أقول لك دي كذا كاليفورنيا، مش عارف منين، أفريقيا. هل هذا يعقل؟ رجل بالعلم ده يقول لي ملحد. بدأنا بداية حلوة جدا، وكان كل أسبوع في محاضرة، كان يوم للفلك ويوم للمتحف الجيولوجي وبعدين محاضرات. فكان المركز أنا كنت حاسة أنه هو عبارة عن منارة. أنشأ في فوق سطح مسجد محمود قاعة يستقبل فيها الناس، وتلسكوب لكي يتأمل الناس ما في السماء.
الليل بيبقى واقف في الظلام يناجي النجوم ويناجي القمر، مش حب ولكن علم. وأقام عدد من المحاضرات كل يوم ثلاث في هذا المسجد، يحضر المتثقفون والأدباء ومن يشاء لكي يتحاوروا ويتناقشوا حول هذه الموضوعات. أول مكان يعتبر ديني يبقى فيه محاضرات ثقافية وأفلام بتتعرض. بنروح له في رحلات ثقافية، اتفرجنا على فيلم الرسالة الذي كان ممنوعا عرضه في مصر في جامع مصطفى محمود. كان سؤالي أنا تحديد واحدة، هنشوف الفيلم في مسجد، فكانت بداية التعرف على جانب آخر من جوانب الدكتور مصطفى محمود، الرجل الذي يتحدث لك عن مبادئ وعن نظريات وعن أفكار جميلة وكلام جميل، ثم تجد أنه ينزل بهذا الكلام إلى أرض الواقع ويحاول أن يطبقه على أرض الواقع بما يحقق نفع الناس وخيره. دكتور مصطفى ما عندوش حساب في البنك شخصي له، كل فلوسه بتتحط لتمويل المركز. لم يكن مجرد رجل يجلس على المكتب ويكتب ويفكر، إنما نزل إلى الفقراء، إلى العامة، إلى الناس المحتاجين والمرضى. جمعية مصطفى محمود تحول بها صاحبها إلى مثقف عضوي، أي المثقف الذي يسعى لتطبيق أفكاره في الواقع. عدائه للصهيونية أمرا يعني يصل إلى مرتبة المبدأ والعقيدة وليست مجرد فكرة سياسية، يعني مسألة تعلو على الفكرة السياسية. من أول الناس اللي اخترقوا حاجز النشر ضد الصهيونية، وبالتالي ليس غريبا أن يوضع في البلاك ليست يعني عند الأمريكان والصهاينة، وأن يستغلوا الشروط التي وضعت في اتفاقية كامب ديفيد حول عدم الكراهية وعدم التحريض وإلى آخره، وموضوع العداء للسامية وهم يستغلونها باستغلال بشع، فليس غريبا أن يحدث هذا. في عام 94 أنا لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي تعال لي، تعال يا طارق أنا عايزك، فرحت له فمد إلي رسالة ما أعرفش موضوعها إيه. أخذت الرسالة، أول ما مسكتها في إيدي شعرت قد إيه بها أن هذه الرسالة ثقيلة، يعني أنا ماسك لغم في إيدي رئاسة الجمهورية. استغربت، قال لي اقرأ شوف المنظمات الصهيونية اليهودية بيقولوا ايه. مكتب وكيل اول وزارة الخارجية، مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، الى السيد ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرام انا ذاك، تحية طيبة وبعد، أتشرف بإفادتكم أن المنظمات اليهودية المعادية للتشهير قد أبدت استياءها من مقال للدكتور مصطفى محمود نشر في الأهرام بتاريخ 19/3/94، لأنها ترى فيه هجوما على اليهود واتهاما لهم بالتآمر على الآخرين، وهو ما يدخل باب العداء للسامية. وقد يرى توجيه نظر الكاتب وهو صديق نعتز به
إلى حساسية مثل هذه الأمور لليهود وليس للإسرائيليين فقط. مع خالص الإعزاز والمودة، أسامة الباز. هذا الخطاب أشر عليه الأستاذ إبراهيم نافع عاجل للدكتور مصطفى محمود مع الشكر، فطبع كتابه الأول اللي جمع فيه هذه المقالات: إسرائيل بداية والنهاية، ثم إسرائيل النازية ومحرقة اليهود. إسرائيل عادته وتوقف برنامج بتاعه بتعليمات مش من الأزهر أو حاجة، كانت من برة. الدنيا كلها كانت بتقعد قدام التلفزيون ليلة ما يتزاع البرنامج ده، قطعوه ليه؟ لكن للأسف هو مستمر في الإفساد، ودلوقتي عاوز يدفن مخلفاته الذرية عندنا ويبني ترسانته النووية على حدودنا، وربنا يستر على أولادنا وأحفادنا ويطلعنا منها على خير. وكان مستاء جدا، وكان يقول لي شيء غريب: احنا بنعمل البرنامج وبنعده وبتاخدوا كل التلفزيونات بفلوس قد كده، وانا مشترط على شركة الانتاج ان هي تدي التلفزيون المصري نسخة من الحلقات مجانا. يقول لك احنا مش عاوزين نوجع دماغ وما فيش داعي نزعله هنا عندنا. الحلقات بتاعت العلم والإيمان ما كانتش سياسية خالص، دي كانت اجتماعية ثقافية فكرية. ولا نشك إطلاقا إن إسراء العرب الإسرائيلي سوف يحسم في النهاية لصالحنا، لأن احنا أهل الحق. أبد أبد، كان ليه ثالث الشفاعة إنهم ضيعوا لنا الأجيال. في جريدة الأهرام في يوم السبت الماضي كتب الدكتور مصطفى محمود تحت عنوان الدكتور مصطفى محمود رجل في العلم الشرعي لا وزن له. تعال عدنا جريدة الأهرام لما بنرد عليه بما كتبه الدكتور مصطفى محمود: إهدار لعقل الأمة وامتهان لها، والشفاعة كما قلنا قد أثبتها القرآن الكريم وأثبتتها السنة النبوية. الصدفة الغريبة دي، أدخل أصلي الجمعة ألاقي اسم الدكتور مصطفى محمود على المنبر يتهم بأنه ينكر ما هو معلوم بالضرورة، وأنه يتطاول على الأحاديث النبوية، وأنه متهم بالكفر والإلحاد، وأنه قد أصبح مهدر الدم. الشفاعة برضو اتفهم غلط زي موضوع الإلحاد. طب الشفاعة ده جاب له مصايب كتيرة. العنوان هو محاولة لفهم الشفاعة، محاولة لفهم الشفاعة، الشفاعة فقلبوها الإنكار بأن بحاول يعني توصل لدرجة أنهم يزيفوا حتى جلدة الكتاب. رفض أن يعني أن يتم التعامل مع الأمر باعتباره ممن ينكرون الشفاعة. على كتابي هو محاولة لفهم الشفاعة. لما أنكر لا أنكرها أبدا. هو ما أنكرش شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل طرح المسألة للنقاش، وكان موقفه في موضوع الشفاعة موقفا واضحا جدا. فبيقول إيه هو كان غرضه إيه منها؟ ما نبقاش متواكلين. أيوة النبي هيشفع علينا، بس لازم نكون جديرين بالشفاعة. هذه الشفاعة جميعا يعني معناها إيه؟ معناها إن الشفاعة شأن إلهي، شأن إلهي، مش حاجة كل واحد زي حكاية فيزا كارد مثلا تخش الجنة بيها، كل واحد يطلع الفيزا كارد ويخش تخش الجنة. لا لا، دي حاجة شأن إلهي. هو يرى إن الشفاعة دي بالصورة اللي بيتصورها المسلمين الآن، تصوروها زي الوساطة اللي موجودة ونعاني منها. تصور أن الشفاعة نوع من الوسطة،
وإذا كانت الوسطة دي رزيلة ومرزولة يبقى مفيش شفاعة. الاتكالية الفظيعة اللي هم عاوزين يدخلوا الجنة بكلمة وخلاص. يعني الباسبور الجاهز ده واخد بالك والنبي العظيم نزول مقام المحمود خلاص انتهى الموضوع. يعني اعمل اللي يعجبك وصلي على اللي يشفع لك. الواقع اني حصل هجوم شديد جدا. هم بيدوروا على حاجة يهاجموا فيها. مصطفى محمود ظلم في موضوع عزمة الشفاعة. هو من حقه أن يشك وأن يسائل النصوص السائدة التي تكرس هذه الفكرة. وأنا أعتقد أن هذا لا يناقض جوهر الإسلام. هذا الموضوع يرجعنا لحديثنا الأولاني لما ضربوا شيخ الجامع وهو يبحث عن الذات الإلهية. هذا العام كان بالنسبة لمصطفى محمود عاما مرا، لأن بعد هذا هو انسحب تدريجيا إلى عزلتي وإلى خلوتي وفي غبن شديد وفي حنق وفي شعور بالمرارة أن هذا البلد لم يقدره حق تقديره. أزمة الشفاعة لم تكن سببا في عزلته، أن الرجل كان مقاتل من الناحية الفكرية وتصديه لكل المخاطر التي كانت تواجه الأمة، يعني يثبت أنه كان فارسا شجاعا، وليست هناك علاقة بين موضوع الشفاعة وهجوم الناس عليه وبين عزلته. وعزلته كان لها يمكن ظروف صحية أكثر منها مسائل أخرى. يعني هو بدأ ناس كتير قوي يعني يرد عليهم لكن مش عارفهم هم مين. بدأ نوع من الزهايمر يستولى على عقله ويأثر عليه. تمكن منهم مرض الزهايمر في السنتين الأخرين منذ أواخر عام 2006، فانعزل تماما، لم يكن يعرف إلا ابنته أمل وابنه أدهم فقط لا غير. كانت فترة حزينة جدا على الأسرة كلها، كانت فترة تعب مستمرة وشيخوخة وآلام وآلام المفاصل عنده كانت بدأت تزيد. بحس ان لا، مصطفى مش هيقدر يستحمل انه يبقى كده خالص. يعني انا ما كنتش مستحمله كمان ان اشوفه كده، لانه لا لا لا، ده كان ما ينفعش. تخيل واحد كل شغله فكر وكتابه لما يفقد دي خلاص. عمل حاجة و80 عملية وألف حاجة و80 كتاب وعاش حاجة و80 سنة. للأسف الشديد فترة مرضه طويلة لم يكن يذكر بشكل يعني بتاتا في أي من وسائل الإعلام. يعني فين الإعلام اللي زي الزفت ده اللي ما يتكلمش عن أكبر عالم في العصر الحديث اللي طالع من بلدنا اللي يشرفنا والدنيا كلها بتشاور عليه؟ ده أحد أكبر العلماء في القرن العشرين بالنتيجة إحصائية أمريكية. هو إنسان حر، فبالتالي الإنسان الحر ده للأسف الشديد في بلد يعني فيه الكثير من فبالتالي يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده.
تدهورت صحته قوي واتمنعت عنه الزيارة نهائي، حتى تليفونات منعت عنه وتدهورت حالته، وانتقل إلى مستشفى في 6 أكتوبر لبعض الوقت، ثم وجدوا أنه من اللائق والأفضل أن تكون رعاية الدكتور مصطفى بمستشفى الذي أنشأها وأسسها، ومستشفى محمود المملوكة لجمعية مسجد محمود. هو وصل المستشفى 21/2/2009، كانش في حد عيانين في الدور خالص غيره. في الأوضة دي كان موجود الدكتور مصطفى طول فترة وجوده في المستشفى، وكان دايما بيبقى قاعد على الكنبة دي طول فترة الظهر كده، كان بينام على السرير هنا. أول الأيام ما كان فيها كنا ساعات بنجيب له مثلا جرايد ونقعد نقراها له، أو مثلا يشاور على حاجة معينة عايزها ونقعد نقراها له. كان يفطر بقى ويفضل قاعد على الكنبة أو الفوتيل لغاية مثلا بعد الظهر، ينام شوية وبعدين يصحى بعدها بقى عشان يتغدى. لما كان موجود في المستشفى كان مقل الكلام، لكن كان بالناس اللي معاه لا، كان بيتكلم معاهم في حدود ما احتياجاته، أشرب، أكل، أسمع. كان بيحب يسمع أغاني عبد الوهاب في الكاسيت بتاعه. هو قعد عندنا هنا بالظبط 255 يوم. الواحد فينا أشبه بوليمة فخرة، لكن إنسان مدرك تماما إن هذا الأكل ده في سن، معنى إن كل اللي هياكلهم هيجي يوم ويموتوا. ومع كده لا نجد مفر من إننا ناكل، لأن احنا جعانين. أما الناس كلها بتموت وأنا حموت كمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.